فلسفة النظام العالمي، النظام العالمي الأوروبي اللي دخل نظام عالمي. ما هو النظام العالمي الأوروبي؟ مختصر شديد، باختصار شديد، أنه هو يقول الديمقراطية هي التي تولد السلام. الدول التي تقع تجثم تحت يعني براثن الدكتاتوريات تولد الإرهاب وتولد الضغط عند الشعوب، والشعوب ما تبدع وهكذا. لذلك نجلب طيب. الحريات ونجلب الثقافة ونجلب الديمقراطية حتى تكون هناك حرية. الرئيس المشروع الصيني غير. المشروع الصيني يقول لا، أنتم بهذا أديتم إلى نشوء 20% من يعني ثروة الكرة الأرضية، بيد يعني كل معظم يعني ثروة الكرة الأرضية 20% من السكان و80% تحت خط الفقر. وبالتالي الديمقراطية حينما تكون بهذه الشعوب الفقيرة راح تخلق فوضى وتخلق حالة من البؤس صح. وتخلق حالة من الطبقة الحاكمة الرأسمالية، وهذا مرفوض. لذلك ما هو مشروعهم؟ مشروع الـ يعني البناء يؤدي، الاستثمار يؤدي إلى السلام، البناء يؤدي إلى السلام، بناء الإنسان يؤدي إلى السلام، هكذا. ولذلك هو المشروع مشروع تكامل، مشروع أنت تستفيد وأنا أستفيد، أكبر مشروع استثماري في تاريخ البشرية بالبنى التحتية، هكذا هم.